المجد للمغردات والمغردين صباحا وفي كل الأوقات. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريد فيت مونتي كارلو الدولية، جولة حول مواقع التواصل الاجتماعي وشؤون الإنترنت. 7 دقائق يومية ترصد بعض أبرز اهتمامات رواد الشبكات. هاشتاج ميسي يتجاوز 1,000,000 تغريدة وفي المرتبة الأولى عالميا. فجر اليوم رولا أبي حيدر، صباح الخير. صباح الخير ريتا. أفضل لاعبي العالم ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لمنتخبه برصيد 55 هدفا، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخب الأمريكي بنظيره الأرجنتيني في الكوبا أمريكا 2016 على التايم لاين. 1,000,000 تغريدة وتغريدة عند 5 صباحا بتوقيت فرنسا. غرد مينا قال: لم أندم حقيقة أني سهرت طوال الليل لأتمكن من مشاهدة الأرجنتين العظيمة برفقة قائد الأوركسترا ميسي العظيم. ربيع علم الدين من جهته قال: الكل يغرد عن عظمة ميسي وهو كذلك، ولكن قلة تتحدث عن أحد أفضل من لعبه وهو ماسكيرانو. ساي أخبر متابعيه أنه صارخ صرخة فرح مجلجلة عند 4 صباحا متوجسا من مس في دماغه: هدف ميسي خيالي، هدف ميسي كامل، الفاولات عند ميسي أسهل من ركلات الجزاء، الفاولات مثل شرب الماء، وغير ذلك الكثير من التغريدات. وكأن التايم لاين تحول إلى قاموس في حب ميسي، الأمر الذي لم يمنع البعض من نعته بالقزم حتى في مجال مدحه. ومن الواضح أنه من لم يكن يتابع المباراة مشاهدة تكفل التايم لاين بنقلها لحظة بلحظة، ونال أحد المعلقين على المباريات في الملعب نصيبه من الحب الذي أغدقه على ميسي. ميسي por afuera sueña con el gol, así va Messi al arco. I love you Messi. I love Argentina. Que viva. تيران وصنافير مصرية. هاشتاج يعود مجددا إلى الواجهة ويحتل المرتبة الأولى لساعات طوال في لائحة المواضيع الأكثر تداولا في مصر، بعد أن أقر القضاء الإداري في مصر أمس ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بالجزيرتين بين مصر والسعودية. نعم، والحكومة المصرية تطعن بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان هذه الاتفاقية. حساب شؤون استراتيجية رأى أن السيسي لا يزال يستثمر في الشيء الوحيد الذي يجيده ابتزاز السعودية. وليد صقر قال: لو أن الحكم نهائي هذا معناها أن الطرف الذي باع سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى، ولا حيقولوا فوتوشوب، حد يفهمني. مغردون تناقلوا عن السفير إبراهيم يسري قوله: لننتظر تداعيات الحكم، فالتداعيات أهم من الحكم نفسه. عندك تغريدات كتلك التي أرسلها مغردون، تداولوا مقطع فيديو للمحامي خالد علي الذي تقدم بالشكوى أمام مجلس الدولة للاحتجاج على التنازل، يهتف في قلب مجلس الدولة ولا إسراء القرار. عبد الله الدوسي اعتبر في تغريدة أن الحق عاد لأصحابه وأن السعودية لن تفرط في شبر من أرضها. نحن في زمن سلمان الحزم، ختم تغريدته. محمد وشمان غرد في فكرة أن السعودية ومصر جزء لا يتجزأ من بعضهما، وطن واحد ضد الفتنة. أما محمد سامي فرج مدير في مركز دعم المبادرات السياسية والتنموية ترك منشورا على فيسبوك بدأه بلا تفرحوا لعبة القضاء، خطوات الاستدراج القضائي: واحد، يتم إقناعك بالتسليم بدولة القانون وحكم القضاء. 2، يتم إصدار حكم قضائي في الدرجة الأولى يؤيد مطالبك لتهتف يحيى العدل. 3، يتم الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى. 4، الاستئناف ينقض الحكم ويصدر حكما نهائيا ضدك، وساعتها لن تستطيع أن تقول في الحكم لأنه جاء على غير مصلحتك. سيناريو خبيث جدا يتابع، تم استخدامه في كل محاكمات مبارك ورجاله وفي قضية تصدير الغاز المصري وغيره. وكان في كتير تغريدات طالبت بإطلاق معتقلي تظاهرات الاعتراض على سعودية الجزيرتين. ننتقل ريتا إلى شؤون وشجون تويتر، حيث أعلنت الشركة عبر مدونتها الرسمية عن رفع مدة الفيديو من 30 ثانية إلى 140 ثانية كعدد الحروف المتاح للتغريدات. بما أننا في تويتر، أظهرت دراسة حديثة تعاون فيها كل من جامعة كولومبيا الأمريكية والمعهد الوطني الفرنسي ومايكروسوفت، أظهرت أن أكثر من نصف الروابط التي نشاركها في تويتر لا نفتحها أبدا، وأن 59% من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يشاركون المواد اعتمادا على عناوينها الجاذبة وما بكلف نفس قراءة محتواها. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أحد معدي الدراسة قوله إن هذا مثال لنمط الاستهلاك الحديث للمعلومات، فالجمهور
لكن استنادا إلى ملخص من دون بذل جهد للتعمق أكثر عن شيكاغو تريبيون نقرأ أن دراسة تؤكد أن 70% من مستخدمي موقع فيسبوك فقط يقرؤون عناوين الموضوعات ثم يعلقون بناء عليها. على تويتر صار للسيلفي يوم وطني وهاشتاج في هذا الشأن حمل أكثر من 200,000 تغريدة دليلا على ذلك. سأعود إلى موضوع السيلفي غدا ربما إلى هذا اليوم الوطني. بكل الأحوال كان في كمان هاشتاج عيد الموسيقى الذي احتفل به تويتر أمس الاثنين، فنقل المغردون عبره من كل أنحاء العالم كيف احتفلت شوارعهم بالعيد. رسم كاريكاتوري للفرنسي بلانتو في هذا الموضوع تجاوز 3,000 ريتويت يقول فلنعلم الموسيقى في كل المدارس سيهدأ الجميع. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. كل حلقة ونحن بخير وكل عيد موسيقى ونحن بخير. رولا شكرا لمشاركتك معنا اليوم. شكرا لك ريتا. شكرا للمستمعين ولي فابيان. إلى اللقاء. ريتويت مع ريتا خوري.